لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حقيقة بارك نجاح تجربة التاكسي الطائر هذا اليوم. هذه الطائرة هي أول طائرة مرخصة من سلطة الطيران المدني في العالم يتم تجربتها في أفضل مكان، اللي هو لخدمة حجاج بيت الله الحرام. تجرى التجارب للتأكد من مناسبة هذه الطائرة لتقديم الخدمات. هذه الطائرة تتسع لشخصين، وممكن تطير بدون تزود بالوقود بالكهرباء مسافة 40 كيلو بأمن كامل، بدون طيار يعني تحكم من الأرض. أيضا هناك تجارب إضافية على مدى أطول، يتوقع خلال سنتين أن تكون هذه الطائرات على مدى 300 كيلو وبسرعات أعلى من السرعات الحالية. اليوم إحنا هدفنا أن نكون من أوائل الدول التي تطبق مثل هذه التقنيات خدمة لحجاج بيت الله الحرام. حقيقة هذه التجربة لم تكن لتتم لولا الدعم الكبير من القيادة حفظهم الله. هذه الطائرة يعني استخداماتها لا محدودة. طبعا احنا يهمنا جانب نقل الركاب هو الأولى، لكن استخداماتها لا محدودة. يعني ممكن نقل يعني أغراض، نقل أدوية، استخدامها في إدارة موسم الحج، استخدامها بالأعمال الأمنية، استخدامها في الرقابة، استخدامها في صيانة الطرق، استخدامها في صيانة القطارات. استخداماتها لا حدود لها. ويعني أيضا هي ليست نوع واحد من الطائرات، سيكون أنواع كثيرة، يعني بعضها ذات مدى طويل مدى قصير. التقنية الطيران اللي تستخدمها، عدد المحركات، المدى، كلها ستكون متنوعة. اليوم احنا في الوزارة وفي هيئة الطيران المدني نتابع كل التقنيات الحديثة لنكون ان شاء الله من اوائل الدول التي تستفيد من هذه الخدمة، وبالذات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.